تحية للأستاذة الكبيرة الفنانة العملاقة الأستاذة صلاح ابن البادية، وتحية لكم مشاهدينا في كل مكان. بنتواصل معكم عبر فقرات برنامج الصحة والأسرة والمجتمع، الحلقة الثالثة على التوالي، ولسه موضوعنا هو مطروح كيفية اختيار شريك الحياة وأنماط شريك الحياة. في الحلقات الماضية تحدثنا عن محاور مختلفة، ولكن اليوم إن شاء الله حنتحدث عن الصفات الغير مرغوب فيها عند الزوجات اللي ما فضلوها الأزواج. حنتعرف عليهم مع ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ محمد صلاح الدين الخير، باحث اجتماعي. مرحبا بك وصباحك الخير عليك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين جميعا، ومرحبا بقناة الغام، ومرحبا بالسادة المشاهدين واللي يتابعونا دائما والبراسونا والمستمتعين، واحنا دائما مستمتعين برضو بطرحنا اليوم. يا سلام ونسأل الله عليك. سبحانه وتعالى يوفق كل شريك عاوز يجمل حياته ويزعل حياته، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يزعلنا جميعا ويديم السعادة في بيوتنا آمين إن شاء الله وفي يا رب. ديارنا ان شاء الله. آمين إن شاء الله. خلينا بداية طوالي نخش في الصفات الغير مرغوب فيها في الزوجات. طيب، دائما الانسان بيحاول يبتعد من اي صفه غير مرغوب فيها، زي ما ذكرت في الحلقه اللي فاتت، سواء كان الصفه دي فيه هو او في انسان ثاني يعني. صحيح. فالناس بيتجنبوا الانسان اللي فيه صفات غير مرغوبه دائما بصوره عامه، نعم. كمان على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء، والنسوان نفس الحكايه بيحاولوا يعني يجتنبوا الصفات الغير مرغوبه في الازواج. الازواج نفس الحكايه بيجتنبوا الصفات الغير مرغوبه في الازواج. طيب، الصفات الغير مرغوب في غير مرغوبه في الزوجات، لانه المراه اهم حاجه في البيت، وهي على اساس يتكون البيت وعلى صحيح. اساسها بتكون السعاده وكذا يعني. فزي ما بقول العصمه في يد الرجل، لكن المراه برضو بتتحكم، يعني وحدة بيتحكم بتاع التحكم في الحاجه البيت. اللي عايز نعم تعملها بتعملها يعني صحيح. بدون اي نقاش زي ما يعني. يقول لك محمد موسى بتاع النكاس، يعني انه الزلمه انت خدت لك يدينا في نص الموضوع ده. موضوع يتحسب اول حاجه. فالنسوان سبحان الله تحية يعني، له من هنا. نعم ايوه، فمرات يعني حتى العصمه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلها لعقل الرجل عنده هو، لكن المرأة لو قادرة تمشي بيتهلأ هي كده فرضت نفسها انها تمشي يعني، ايوه. ما في اغناع، وسهل نعم الاغناع ممكن تكون صعبة شوية يعني. صحيح. فشوف يعني دائما احنا قاعدين نرجع نقول مستوى ونسبة التربية ونسبة العادات والتقاليد ونسبة الدين نفسه لما تكون مرتفعة. نعم شوف السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنه. كان قاعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وقامت قام النبي عليه الصلاة والسلام سألها، قال لها يا عائشة أتدري أنت عارفة إنه يعني أنت عارفة منو أول من يدخل الجنة من الرجال أول زول؟ السيدة عائشة رضي الله عنها عارفة إنه أبوها أبو بكر. نعم قالت فأحببت أن يخرج هذا من فم النبي عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. سكت داير النبي شنو؟ يقول ليها أبو بكر. قالت لي والله ورسوله أعلم، أنا ما عارفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه لها الصلاة والسلام. يا عائشة، فاتمهل لها بطريقة يعني، ما قال لها أول من يدخل الجنة من الرجال فلان، قام قال لها أول من يدخل الجنة من الرجال عمر. السيدة عائشة قالت له وأين أبي يا رسول الله؟ نعم استغربت يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن أباك قد دخل الجنة وقد زفته الملائكة إلى الجنة. يا يعني سلام هو أول إنسان دخل الجنة. شوف طريقة الونسة دي في بيت النبي عليه الصلاة عليه والسلام، الصلاة والسلام. لما يكون ده مستوى الشكل عندنا وطريقة الممازحة والونسة يعني. شوف لما جو 11 امرأة يتعاهدوا في حديثهم زرع، يتعاهدوا انه يذكروا اوصاف رجالهم من غير ما اي واحدة تدس كلمة في راجلة، يعني نعم يفتوا رجالهم دول فتة شديدة. نعم فالأولى والثانية والحداشر، نعم الأولى احنا قالت حنتواصل معاك وحنعرف الأولى والثانية والثالثة لحد ما نصل بإذن الله الحداشر قالت إن شنو. شاء لكن الله. مشاهدينا بعض، أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، وتحية لكل الناس اللي حاليا انضمت لمتابعتنا. بنتواصل معاكم على الهواء مباشرة عبر برنامجكم الصحة والأسرة والمجتمع. نرحب بضيفنا مرة ثانية داخل الأستوديو. مرحبا بك أستاذ محمد صلاح الدين الخير ومنورنا. اكيد قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الجلسه الحريميه الخاصه مع السيده عائشه رضي الله عنها، وهن اكيد يوصفن في ازواجهن. ايوه، ده طبعا حديث مشهور، حديث مزرع يعني. ففيه اوصاف للنسوان اللي كانوا قاعدين قاعده كده، ما بنقول زي قاعده القهوه كده، لكن قاعده حقت نسوان كده بيتكلموا فيها، وكل واحده فيهن اذا عاهدت انه تقول اي حاجه في راجلها وما تدس اي حاجه لواحده من النسوان يعني. نعم
فبعد في الأولى قالت: زوجي لحم جبل، لحم جمل غث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتغى ولا سمين فينتغل. يعني بتقول زوجها ده يعني زي اللحم الموجود على الجبل، على الصعود زوجاته يكون فيه صعوبة يعني، فكان يعني بشكل صعب الوصول له. صعب الوصول له، لا نعم سهل فيرتغى ولا سمين فينتغل. نعم الثانية قالت لهم: زوجي لا أثير خبره، يعني ما 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 هطلع لهم كلامه كله. طيب اديني جزء من كلامه. نعم قالت: إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجزه ووجره. يعني لو قلت لكم كلامه ده هكلم لكم عن عيوبه، وهكلم لكم عن مساويه، وما حصل مره قال لي حاجه كويسه يعني. نعم الثالثه قالت: زوجي العشنق. يعني طيب شنو كيف الكلمة دي؟ قالت العشنق؟ ان انطق وطلق، وان اسكت وعلق. يعني قالت زوجي العشنق ده لو اتكلمت ما بحب الكلام كثير، لو اتكلمت معاه بيطلقني، ولو سكت منه بخليني معلقه، يعني لا نافع الكلام ولا نافع السكات معاه يعني. نعم الرابعه قالت له: زوجي كليل تهامه. ليل تهامه ده ليل مظلم، مظلم شديد كليل تهامه. لا حر ولا وقر، يعني لا سخن شديد لا بارد شديد. ولا مخافه ولا سآمه، يعني ما في خوف ما في تعب. زول هادي يعني زي الليل، لا بارد ولا سخن. سؤال هذا جدا يعني، هي بتوصف في جو مظلم ولا حار ولا بارد. قال ده زوجي كده، يعني نعم انسان ممكن نقول عليه رومانسي يعني. سؤال هذا كده ما بحب دول حساس ذول يعني. حساس يعني. نعم الخامسه لا تطلع من الموضوع. قالت له: زوجي ان دخل فهد او فهد، وان خرج اسد، ولا يسال عن معاهده. يعني زوجي ده لما ندخل زي الفهد بيتدبى يعني، بالراحة كده بالراحة، وبيخش البيت. كنت انا اشوف الحاصل شنو لا يقول: جيب كيس نعم الخضار، ما جبت معاك العيش مالك، وما جبت اللحمة مالك، وده نعم بالراحة بالراحة لحد ما يدخل غرفة ويكفي الباب عليهم. وإن خرج أسد، لما يطلع يعمل فيها أسد، يقابل الناس وكأنه صعب، والبيت ده منجم ولك نجاة، والمرة دي أنا والله كلمة ما بخليها تقولها. نعم وإن خرج أسد ولا يسأل عن معاهدة، يعني ما بيسأل أمسيته كيف، أخباركم شنو، أصبحت كيف، الحاصل شنو، ما بيسأل عن معاهده. نعم قامت الساتة زعلت زعل شديد، قالت لي: زوجي إن أكل لفة، خلينا نقف فيها. وإن شرب اشتفى، وإن اضطجع التف، ولا يلج الكف ليعلم البثة. إن أكل التفة يعني شنو؟ يعني لما يأكل، طبعا ده بياكل براه، واولاده لو بيعملوه يكون بيعملوه من بعيد، وهو ما شغل باولاده يعني. يلا ده بعد ما ياكل بيقوم يمسك الصحن، يلف الصحن كده، يلف الصحن كله وياكل الصحن كله، يعني ما بخلي اي حاجه، بيلف الصحن يلف الصحن شو بيده، يلعق عندنا هنا بقول لك احسم الصحن يعني. لا ده ما بيحسن، ده بياكل الصحن ذاته ولا. نعم فيلتف يلف الصحن كله وما يخلي في الصحن اي حاجه، يلتف. نعم واذا شرب اشتفى. يلا بعد ده يمسك الكوبايه ويشرب، ونما نعمل صوت هو يشرب، يشفط شفط يعني، ما بياكل بالراحه. ايوه نعم وبعد ده يعني اضطجع التفه، لما يرقد بدي الناس ظهره، ما عنده شغله ولا بيسال ولا بيتكلم. ولو لما تيجي تقول لها: يا اخي انا عندي صداع ولا تعبان ولا عيانه، ولا بقول لها نمشي الدكتور، ولا بقول لها نعم يا اخي رحنا قبل الاخصائي. قالت ما بمد يده عشان يقول لها عندك حمى ولا عندك حاجه، ان شاء الله تموت، يقول لها ذات ما عنده ما بقى، شغل بها ما كثير. شغل بها نهايه. نعم السابعه قالت: زوجي عياياء، غياياء، طباغاء، شجك او فلك او جمع كل لك. معنى شنو الكلام ده؟ طيب زوجي قالت عياياء، عيان طوالي طوالي يشكي، طوالي تقول لها يا اخي انا عندي صداع، يقول لها راسي يتكسر، تقول لها يا اخي انا عندي يقول لها يا اخي انا عندي وجع ظهر، يقول لها يا اخي انا نعم عندي غضروف عديد، وجع ظهر شنو؟ نعم فطوالي لقيت انا عيان لي شهر، يقول لها يا اخي لي 3 شهور عيان، انت ما شايفه مين انا عيان؟ نعم عيان يعني طوالي، يعني كل ما يعني تقول الحاجة انا اللي عيان بتقولها هي هو بيديها دبولة. دبل. نعم عيايا غيايا ما عنده شغلة، غيايا طباقة، يعني انه على البيت تقول له: يا اخي انا والله يا اخي عندي مشكله في حاجه عندي، بقول لك والله انا اصلا ملا مشاكل، يعني عيايا طباقه. هنا طيب مكفينا. نعم الحل معه شنو؟ زول لئيم جدا، قال لها: شجكي تتكلم معاه، ويمسك الترابيزه يفكها في راسك، يفتح لك راسك طوالي، شجكي
او فلك تقومي بعد ما يضربك تجري منه يجي واقع فيك يخبطك ويدقك ويشيل الطوبة والله أي الطوبه حاجة يفكها في قدامك. راسك يعني. نعم تقومي تمشي او جمع كل لك يشيل لك ثاني يشق لك راسك ويضرب لك وشك شجك يا او فلك او جمع كل لك. نعم حكايه حكايه صعبه شديده صعبة. يعني. نعم اذا كده في واحد لما سمع الحديث قال والله يا اخوان حق الاسوان ده احمد والله صايم مالي يقول لهم واحد من فلقوه ملا. واحد من النوعيات دي. نعم الثامنه قالت زوجي اللمس او الملمس ملمس ارنب والريح ريح زرنب. دي واضحه مش كده؟ زول بيهتم بهدومه ولو في حاجه كده وسخانه يقول لك انا لازم اغير الهدوم دي، بيهتم بمظهره لحد جزمته ورنشه وينظفها تمام، يهتم بمظهره نعم وريحته ريحه زرنب. زرنب طبعا هو عطر معروف وغالي جدا نعم في بلاد الهند يعني، فكان الموصوف بانه هو ريح جميل جدا يعني. فهو متعطر وريحته سمحه ديما يعني وديمة وملمس ناعم وزول شكله أني جميل نعم. جدا يعني، فهي بتشكر فيه يعني. التاسعة قالت شو؟ التاسعة قالت له زوجي رفيع العماد، قالت لا زوجي رفيع العماد يعني زول طويل وعنده طويل وسيفه ذاته طويل، رفيع العماد طويل النجاة سيفه ذاته زيه طويل عظيم الرماد يعني. بتوصف قالت شدة ما هو كريم لما الرماد حقه اللي بيسوي بيه والاكل وباقي باقي الرماد حقنا نكرم بيه الناس باقي زي الجبل يا كرم. نعم كرم كله صفة يعني. الكرم. نعم غريب من النادي يعني، يعني دائما معروف انه البيت اللي بيكون وسط البلد بيكون في محل قريب من النادي، فهو مظنة انه الناس يجوا يسألوا دارين كرم دارين يشربوا دارين ياكلوا، فبيكون قريب يعني من النادي يعني. فهي نعم اللي هو بتشكر المكان دائما بيكون في الناس زوجة يعني. متجمعين فيه، ف البيت اللي جنبه بتكون فيه الدخلة كثيرة. قام نعم الكلام ده كله غار 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 غارت نمرة 10 من الكلام ده الزول العاشرة. العاشرة. قالت له وزوجي مالك دي كلها بيكنه دي قامت قالت له الراجل اسمه مالك زوجي اسمه مالك وما مالك يعني يعني وش ليلة الغدر وما أدراك وما ما ليلة أدراك. الغدر، نعم هي بتعظم في مالك وما مالك. طيب مالك شنو؟ مالك خير من ذلك، خير من قلت بتاع الرماد وبتاع الهناية ده. ده 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 أحسن منه. طيب ماله؟ له إبل كثيرات المبارك يعني قليلات المبارك يعني محل القوعات حقها قليلات المبارك القوعات حقها ما كثير طوالي واقفة على حيلة الإبل حقها. وليه واقفة على حيلة؟ قليلات المسارح ما بيتحركوا واقفين على حيلهم، إذا سمعنا صوت المزمر أيقنا أنهن هوالك. كان من عادات العرب زمان لما نجي ضيف بيمسك النحاس وبيضرب النحاس، الإبل أول ما تسمع ضرب النحاس بتقف على حيلة بتعرف إن الليل هينحروه وهينحروه. فهي توصي في زوجها إنه الإبل حق زوجها ده ما بيقعد في الوطاسة أصلا طوالي جاهز الضبي طوالي جاهز. نعم ويشكر في زوجها. فدائما النساء عندهم نعم الوصف بانه تجزر زوجها وتقول رالي كعب ورالي كده ورالي كده، وفي من النساء بيشكروا ازواجهم كده. فشوف النبي عليه الصلاه عليه والسلام الصلاة والسلام في نعم نهايه الحديث لانه الزمن شويه ضايقنا، في نهايه الحديث لما جاء السيده عائشه قال لها لما قامت مال قامت هي اتكلمت عن زوجها وولد زوجها ونسيبته وكده، قام النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه لها الصلاة والسلام يعني اقول لك انا اقول لك خير من ام زرع لأبي زرع غير أني لا أطلقك، لأنه كان أم زرع في الآخر طلقه وكده. فهو يعني شوف قالوا النبي عليه الصلاة والسلام في عليه الحديث الصلاة ده والسلام. نعم كان جاي من غزوة، والسيدة عائشة حكت له قالت له إحنا كنا قاعدين في قعدة، تخيل نفسك ما جاي من غزوة، جاي من الشغل، جاي من الوظيفة، جاي من المكتب، جاي من أي محل، نعم دخلت البيت قعدوك حكوا لك 11 قصة يعني. ده قال له واحد فينا يقول ما عندي موضوع يا اخي شغله هي انا فاضي لك، انا عندي ام انا عندي جيش كامل قاعد احرق قاعد أو أنا اقود جاي الجيوش وكذا مرهق يعني. هو جاي أو تعبان وكذا نعم يعني. الحاجات ف المعروفة اي ف... فالنبي عليه الصلاه والسلام عليه سمع الصلاة منا والسلام. الكلام ده كله، قالوا كان جاي من غزوه فسمع منا ال 11 11 قصه و11 واحده بتحكي عن زوجها. والنبي عليه الصلاه والسلام داعبه في نهايه القصه قال لها اقول لك كأم زرع خير من ام زرع غير اني لا أطلقك. فنشوف الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام نعم كيف كان عليه يعامل الصلاة زوجاته والسلام. واستقبل منه الكلام نعم والحديث إذن يعني. هو نبينا ولا بد أن نقتدي به في عليه كل الصلاة والسلام الصفات عليه الصلاة والسلام. الجميلة. سمعنا القصة الطويلة والحكايات الجميلة والقعدة والجلسة مع السيدة عائشة رضي الله عنها. خلينا نمشي طوالي نمشي للصفات
غير مرغوب لو فيها جينا طوال في مثلا الزوجات. للصفات بنلقى اول صفة من الصفات اللي غير مرغوب فيها التافهة في تصرفاته. يعني بيزعلن بعد. معلش يا اخي عصرنا الرجال اللحظة اللي فات، نعم علينا دور النسوان. يعني التافهة في تصرفاته هي يعني تعامله دائما مع المواقف تعامل ما موفق، يعني نقول ما موفق عشان ما يزعل. يعني تصرفاتها دائما فيها بساطة، فيها سذاجة في نظر الرجل. يعني هي نعم بتكون تصرفات بسيطة جدا، في ناس بيعتبروه عدم اهتمام يعني عدم في اهتمام، الحكاية. في ناس نعم بيعتبروها مثلا عدم فهم، عدم وعي منها، جهلي منها. عشان كده دائما الرجال بيستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليه المرأة الصلاة أو والسلام. النساء نعم ناقصات عقل ودين. يقول لك يا أخي ده ناقصات عقل ودين يعني. فطبعا الحديث ده هو صحيح عليه الصلاة والسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فهمه ما كده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحديث عنده شرح. يعني طيب شرح الحديث شنو؟ شرح الحديث قال: ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل لأنه الشهادة حقتهم شهادة الرجل، الاثنين يساوي واحد، صح فالشهادة حقتهم ما لا يعني نعم ضعيفة أو ناقصة. ليه؟ ما عشان غوبة، عشان ما عندهم فهم، عشان متخلفات، عشان لا، عشان بينسوا. والنسيان يعني صفة قوة، صفة جمال في المرأة، نعم لأنه لو كان بتتذكر ما كان قدرت تعيش مع رجل. ربنا سبحانه وتعالى خلقها بالضعف ده يعني، نعم فده يعتبر ميزة. يعني نعم ناقصات عقل ودين، لأنه عندها أمور بتحصل لها كل فترة، فبتخلي صلاتها ناقصة، بتخلي عباداتها ناقصة. فعشان كده هي ناقصة في عقلها وناقصة في دينها من حيث الضعف نعم اللي إذا عندها ده. نحن ماسكين الحديث بطريقة خاطئة تماما. هذا تمام. نعم فعشان كده طوالي انه منين بعد ذاك بتكون من صفاتها غير مرغوبة المرأة المتألقة. المتألقة دي يعني متأنقة كده، هي ما جميلة، متأنقة وشايفة روحها انه هي إنه هي جميلة. مكملاها، نعم مكملاها يعني. فدائما الرجال او الرجال دائما ما يحبوا المرأة نعم المتأنقة شديد يعني. فهو بيحتبروها تخلف منها، بيحتبروه بساطة منها. فدائما المتألقة المهتمة بنفسها، يعني مش المهتمة، الاهتمام مطلوب لكن المبالغة في الاهتمام. الأناقة حقتها فايتة، اهتمامها كله بلبسها، واهتمامها باكسسواراتها، واهتمامها بالسوق، واهتمامها بكده، ودايرة متأنقة، بس شغلها كله في انها تتأنق فقط. في يعني نفسها بعيدا عن في نفسها البيت بعيدا عن الاهتمامات النفسية وزوجها واهتماماتها النفسية وأولادها. والأولاد والتفاصيل المعروفة. أيوة نعم صحيح. فالمتأنقة دائما هي غير مرغوب فيها. طوال بعدك بتجي الأنانية، الزوجة الأنانية. كيف أنانية؟ يعني الأنانية بتحب الناس لنفسها ولا شنو؟ بتحب لنفسها، ويعني اهتماماتها كلها بنفسها بعيدا. يعني ما بتهتم بزوجها تديه حقه تماما، ما بتهتم بأولادها تديهم حقوقهم تماما، فهي أنانية. بتحب الراحة لنفسها، بتحب الأشياء الجميلة لنفسها، وما بتشارك زوجها بالأشياء الجميلة، فهي أنانية. دائما لما تجي لزوجها تشكيله وتتكلم معاه، لما تيجي بتشيلوا الهموم بس تشيل الهموم، وهي تلقاها مبسوطة يعني ما عندها بإحادات الثانية. نعم بحاجات دي يعني. نعم طيب من فنمرة الأربعة شنو؟ أربعة ممكن نقول المغرورة العنيدة. المغرورة العنيدة، المغرورة العنيدة لأنه يعني عجباها روحها. وسبحان الإنسان دائما يعني لكل شيء إذا ما تم نقصانه. نعم فمهما كانت جميلة صفة العنادة، يعني كانت جميلة، النقصان يكون في إنها تكون جميلة وعنيدة. لو كانت جميلة ومطاوعة تكون محبوبة، لكن عنيدة يعني معجبة بنفسها ومعجبة بجمالها وبغرورها، نعم حتى أصبحت غرورة لما بقت عنيدة. نعم الحتة دي بتخليني أقف معاك في نقطة، يعني إنه في كثير من الزوجات الواحدة بتحس بإنه بجمالها بتقدر تعمل أي حاجة بعنادتها صحيح وبالتفاصيل الكثيرة الموجودة. قعدنا صحيح، نلاحظ الحاجات دي. خاصة عند البنات الصغار بتفتكر انه الغرور ده حاجة الرجل بيحبها. يعني او الكبرياء والافتراء نعم والمسألة دي هي بتخليها عظيمة في نظر الرجل او كده يعني. فطبعا دي مفاهيم فيها بعض مفاهيم أجيال ذاتها يعني فهي اجيال، فيها مختلفة. بعض نعم الاغلاط. فالمغرورة العنيدة هي دائما ما تستطيع انها تغير فهمها في مسألة، معجبة بنفسها، مفتكرة انه الجمال ده هيكفي اي حاجة وهيغطي على اي بالضبط كده. هيغير على اي حاجه. نعم فدي طيب عندنا رقم خمسة شنو؟ نمره 5 عندنا الممثله. الممثله دي كانت تمشي يعني كلية الموسيقى والدراما طوالي. دي والله تنفع كده. نعم الممثله دي يعني تكون تمام ماسكه واتساب ومدردشه تمام وعامله تكل، اول ما تيجي للراجل تقول: الله احبطني يا اخي،
تعبان انا، هو ما عندي اي حاجه، ماشي تودي لك الدكتور مع العصر مع المغرب مع كده، ترى له تليفون، انا تعبانه وانا شنو، ومين ما تيجي تمثل له انه هي تعبانه ومصدعه بتمثل ما عندها حاجه، نعم او بالمقابل تمثل له انها بتحبه، هي ما بتحبه، تمثل له انها بتريد اول شو، يا حبيبي انا يا سلام وين يا انت وين، تديه كلام هو اصلا في قلبه ما في، هو مطلوب الكلام ده، نعم لكن التمثيل به هو الاشكال، يعني ما يكون في ظهور التمثيل يعني نعم سواء أول كان زول سلبا يصير خلاف او ما يبطل. ايجابا، نعم فالتمثيل الايجابي حاجه كويسه. نعم على ذكر التمثيل ده، يعني إنه بنجد كثير من الحواس السودانية الأولى اللي أنت ذكرتها، الممثلة عيانة طبيعي وماشية الدكتور وبتخسر كثير بالذات في موضوع القروش، فبقول لك والله يا أخ زي دي بتكون خايفة إنه ما يدبلوا فيها، عشان كده بتضيع القروش. المشكلة انه الراجل داري ده ما بعين قروش، يعني اخر حاجة بعينها بالضبط كده. نعم بعينها القروش، فمفهومي خاطئ في الحكاية دي يعني. اي فهي بتقول لك انه يعني خاصة اذا زوجت الثانية من غير اي سبب، داري عدة قدامي حل العدة، بعد يومين ثلاثة داري لي فساتين من السوق يوديها السوق، بعد يومين ثلاثة ما داري لي عبايات من الثانية، ما داري لي وعيان ثياب 24 ساعة و24 ساعة دكتور عيانه، هي ما صرف. عندها نعم اي حاجة. بالمناسبة انت لما توحي له بانه انت عيانه، ده مصدر ضعف بالنسبه لك، التاني متالقه وجميله وقاعده له ومنتظراه، تديه كلام جميل وهو يبادله بنفس الاحاسيس، لانه الرجل لا يعني ما يحب الاشغال الذهني بالنسبه له، الرجل نعم يحترم التفكير دائما، المراه تحترم العاطفه. يعني الرجل بيحب دائما الانسان يخبو بعقله ويحترم عقله ويحترم رايه، المراه لا ما عندها كبير غلط بالكلام ده، عايز يقول يحس بيها ويفهمها ويقول لك والله يا اخي بديني حقوقي تماما وكده، عاوزه كلمه طيبه، هي وجدت الكلمه الطيبه. مره كان في دوره من الدورات، نعم قام واحد من المدربين سال النسوان قاعدين متزوجات وما متزوجين، قال له نعم يا اخي للما متزوجات لو تزوجته، وللمتزوجات وانتم متزوجين، لو زوجك الفطور بقى بعد الظهر مثلا او قريب العصر، والغداء حاجه بسيطه كده بالليل، يعني تكونوا جعانين، لكن من الصباح للمساء لو عاينت له يقول لك يا حبيبتي، او يقول لك انا بحبك، بس يقابلك بالكلام الجميل ده رايك شنو؟ كلهم قالوا موافقه، تخيل؟ يعني معظم نعم الجمهور في دراسه بتاكد لانه المراه تتغذى عاطفيا اكثر من التغذيه الجسديه حقت الطعام نعم والاكل يعني. وحكاية العاطفة دي يمكن احنا عندنا هنا في السودان شوية قليلة يعني، عشان كده عدم او عندنا بخل شديد في حكاية ايوه المشاعر. عشان نعم كده دائما تلقى في ادعاء مرض، لا هي عايزه عاطفه، هي ما عيانه، هي دايره اهتمام منك شويه، هي بتحزن اول ما اتزوجت على واحده ثانيه الان حقها نقص، فهي بتحس ان عاطفتها قلت بقت مرضانه، فهي اول ما تستقوى عاطفيا بتكون قويتها، اول ما بقت قويه تماما تستطيع انها تبذل حياتها وتتعامل تماما، عشان كده دائما المراه اللي بتبذل اللي بيظهر عندها الضعف العاطفي نعم طوالي بيظهر عندها الضعف في جسمان، عشان كده لو تلقى واحده بس عندها انتم بس ما عندها، يعني اول ما تحصل مشكله ما ضعيفه ما بتاكل في الجامعه اقول لها انت مالك، نفس الحكايه المتزوج نعم عندها مشكله مع زوجها، اما اكلت كثير وافرضت في الاكل وجاءت أو السمنه شغلت نفسها بحاجة او ثانية. شغلت في نعم حاجه ثانيه وتركت الاكل بقت ضعيفه، نعم فالتاثير العاطفي اول حاجه بياثر في المراه في جسدها، اما سمنه أو ضعف يعني، نعم فقله الوزن وحجم الوزن بياثر ليه عاطفيا، لانه المراه تتغذى عاطفيا اكثر حاجه. نعم فالتمثيل انا قلت لك فيه الاشياء الحسنه، يعني الانسان يعني يظهر للانسان شريكه الحياه بصوره جميله، يدعي له حبه له، مش اذا كان هو بيكره، وعلى الاقل تكون في اصطناع للجو حتى يتم التالف والحب والموده بالضبط وكده، كذا. نعم لكن اصطناع الاشياء الغير موجوده، انا عيانه وانا تعبانه وديني مستشفى وما بتوديني، وتمسك بطنه وتمسك راسه وتصبره ومشاكل 24 مشاكل ساعة. حياته، نعم مش حيخلي البيت وحيسيء دائما، انت بقيت حبوبه وعجزت وكده، والكلام ده خارج معاه نعم بعدين يعني. طيب نمشي لرقم 6 شنو؟ عديمه الشعور ومدعية الثقافه. عديمه الشعور دي يعني معلش، اول ما يدخل زوجها البيت عنده مفهوم معين عن البيت، مكان الهدوء مثلا، نعم ما بتستشعر المساله دي عند زوجها، يعني زوجها ما عايز كلام كثير، عديمه الشعور. مدعية الثقافه، هي بعيدة عن اهتماماته، يعني مثلا إذا كان زوجي طبيب حكايتي إنك تقول لي والله يا أخي لون زينب سمح، ولون بنفسجي مع اللون ما عارف الأسود سمح، واللون شنو ده، هو مستوى إدراكه بسيط. في عشان الحاجات كده دي. كان في نعم واحدة دراسة من الدراسات بتقول إنه كان في واحدة عندها مشكلة مع زوجها، نعم فزوجها كان بيحب الطيور، وفي القفص في السطح فوق عملوا قفص حق طيور، بيجي من الشغل
اكل او شرب، ما اكل او شرب بيطلع الطيور فوق بيقعد معاهم، وده النظام اليومي. فجاء اشتكى لواحد مستشار، قال له والله يا اخي انا عندي مشكله مع زوجتي، مشكله كبيره جدا. نعم المشكله شنو؟ قال له، قال له والله المره دي ما عندها باي اهتمام، وما عندها فهم للحياه، وما عندها كده. فلما جل المستشار قال له يا اخي اهتمامك بزوجك في مجاله ضعيف. يعني شنو؟ يعني حاولي اجري في الطيور، اعرفي عنها حاجه. انه انت لما تجي بتكلميه عن الميكانيكا، هو بتاع طيور هيفهم حاجه في ميكانيكا؟ لا. لو واحد بتاع ميكانيكا كلمته في الطيور اللي بتحب الفنون هيفهم حاجه؟ ما هيفهم حاجه. هيكون في بعد بيناتكم تناسق، يعني في بعد فكري شويه يعني. قالت له طيب الحل شنو؟ قال لها بسيطه، امشي السوق اشتري لك كتاب عن الطيور، ما اعرف الكوكتيل ومش عارف الطيارة شنو، واقرا الكلام ده الثقفي في الموضوع. الثقافي. نعم فقام شالت الكتاب حقه وقرأت الكوكتيل ده، ما اعرف هم واصله وين، ما بعرف يتلاقوا وين، وتكاثروا جابوا الحاجه الفلانيه ومش عارف جابوا كيف وعملوا شنو كده. فجابت، هو اصلا ما بيتكلم معاه، جابت الاكل، اكل وشرب وهو ساكت. طلع فوق العصافيره، حصلته فوق، قالت له انت عارف يا فلان الطيره دي طبعا اسمها كوكتيل، اتهجم فيها. تتفاجأ. نعم وامها طبعا اصلا لاقت ابوها في كده، الذكر لاقى الانثى. طبعا دي بتبيض في الشهر 3 مرات، دي في السنه 5 مرات، دي في كده. فاستغرب قلت لها كده عرفتي؟ قلت له كيف انا عارفه؟ بس انت ما سالتني يوم. يا سلام، قال لي، وجاب لها جوز ثاني وقعد معاه. بقى جوهم الجميل في العصافير شويه شويه دريته. يعني بعد ذاك اول ما يعني هو عنده اشكال بتاع عدم ادراك، انه انت ما قاعد تفهميه تماما، انت ما مدركه الحاجه اللي هو للحاجة اللي هو بيفهمها. بيعملها. نعم فبعد ذاك ممكن تعمليه نقله، يعني في المرحله دي ممكن تقوله بمناسبه الكوكاتيل ده تماما، احنا عندنا مثلا في مثلا كنت في المحاسبه مثلا، او مثلا كنت في الاداره مثلا وكده، تحاول تقول له المجال حقك، والله يا اخي في دراسه قالت في حاجه كان قال كده. الكلام ده في اول ايام يصلح كثير جدا، في المشاكل بيصلح كثير جدا. في نعم الانسان حتى وقت الجلوس من اداب الحوار يكون الحوار في نفس الموضوع، الانسان ما يطلع من الموضوع. فنفس الحكايه، فلا بد الزوجه تكون، ما تكون عديمه الشعور وما تكون مدعيه الثقافه، لازم تكون هي فاهمة. نعم فاهمه وتكون عندها ثقافه. وشعر بالثقة أو اي شعر نعم. بالحاجات اللي ممكن يعملها زوجها في. نعم فزوجها ما عنده ذنب في انها بتحكي له مشكله طلاق مرة جيرانه، نعم صح. وما عنده، ما عنده ذنب في انه الدسته حقت العده اللي كان جابوها، القصه جابوها، الصرفه كان فيها مشكله، نعم ومش عارف الواتساب رسالت لي وحذرتها وحذرتني وعملت جروب انا وقلت لها. الجوده ما بينفع مع الزوج، يعني نعم هتكون انت عباره عن انسانه ما عندك مشاعر. يعني لو في مملة اللحظه دي قال نقدر لك انت ما نقول. عندك مشاعر وانت ما فاهمه، ما تعيبي ولا، لانه انت بعيده عن مجاله، عن مجاله تماما. زي ما لاحظنا من خلال كلامك انه في كثير من النساء نشرة، بس يعني تجي خاش البيت حصل واو ضغطنا عليكم كثير، لكني اول حاجة عملوا لي لاحظت. شويه طيب نمشي لسبعة. نعم بالمقابل تماما في واحدة تانية كثيرة المزاح نعم وكثيرة الكلام المكشوف. يعني لو عاوز توصل معلومة ما بتعرف تغلفها في صورة جميلة. يعني مثلا بدل ما تقول له يا أخي تقول له يا أخي مثلا أكلت ليلة كثير، مثلا أكلت كثير، أكلت ده كله، تقول له والله يا أخي شكل الأكل عجبك. يعني أو إحنا عندنا مثلا بقول لك يا نعم أخي مثلا أنت شلت قلمي، أنا بقول لك يا أخي القلم عندي أنا، انا لا تقول لي اخي قلم هذا، ما اقول لك مجاهد قلم يجيب. يعني في المساله دي الكلام نعم المكشوف هو نعم غير جميل جدا. صح. كذلك في البيت مثلا في كده من الطرق الجميله ده، يعني مثلا ده شايك وهو شاي حق واحد من ده، ما عايز تقول مثلا شيل الشاي او يا اخوانا داير ثاني منه، وانت عارف انه فلان بيدبل. يعني صح. زي النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال من الصلاه اكل والسلام. منكم لحم جزور فليتوضا. نعم يعني اللي بياكل لحم ابل يتوضا. النبي عليه الصلاه والسلام عليه قال الصلاه الكلام ده والسلام. واشتم ريحه اثناء جلوس الصحابه مع بعضهم كده، فما داري يقول يا فلان قوم يتوضا او كده. فقال يا اخي من اكل لحم جزور فتوضا، واحنا كلنا اكلنا لحم جزور فحنمشي نتوضا كلنا مراعاه للمشاعر والاحاسيس. نعم صح. فيكون في ضبط معين في المساله دي. ننتقل طوالي لنفس الصفه اللي كان مشتركه عندنا في الحلقه اللي فاتت مع الزوج والزوجات. اللي هي لابد شنو؟ الناس، نعم ايوه اللي هو لابد الناس يفصلوا في علاقتك مع اصحابك وعلاقتك مع صحباتك ايوه نعم وعلاقته مع أصحابه وعلاقته مع أهله. اللي هو الارتباط بالناس اللي حواليك وبالمحيط أيوة اللي حواليك، إذا كان الأهل أو الأصدقاء يعني أو هي الأسرة أو التفاصيل أيوة دي. نعم هو أصحابه وأهله، وهي صحباته وأهلها. المسألة دي هم طرف ثالث، دخولهم في الحياة ممكن يسبب لنا إشكالية،
وبعدهم من الحياة كذلك ممكن يسبب لهم إشكاليات على مستوى الأطفال والأولاد، هم هيكون بعيدين من أهلهم، دي حاجة ما كويس يعني. فمسألة الارتباط بالأهل، هو ارتباطه بأهله دائما المشاكل، المرأة دائما ما بتحب سيرة أهل الزوج دائما، يعني زي اختك مثلا تحكي لها قصه تقول لها والله يا اخي اختي دي والله مره زبطت لنا محشي كده كان عجيب، ولا عملت لها حاجه كده، هي بتغير طبيعتها كده يعني. بل لو ذكرت لها امك قلت لها والله يا اخي الحاجه دي حلوه لكن ما بتحصل حاجه امي دي، ممكن تحصل مشكله يعني. فدي ربنا سبحانه وتعالى نعم خلقها فيها حتى تكون هي كامله. فالارتباط بالاهل والاصحاب، ففي بعض الزوجات ممكن يكون هي متزوجه لكن منشغله بواتساب او بغير من او التواصل اهتمامات أخرى. او نعم اهتمامات نعم اخرى او غير من الحياه دي، ومهمله تماما جانب بيتها وجانب زوجها، وما رتبت حياتها انه اول حاجه عندها زوجها، حتى ابوها حتى امها حتى صاحباتها حتى اخوانها حتى اخواتها حتى غيره يعني من المسائل دي. بعد ذاك بنجي طوالي مع الاهتمامات، المساله المجتمعيه، انه عندنا نوع من انواع النساء، النبي عليه اللي هو الصلاه دي رقم والسلام كم؟ دي رقم 9 مش كده؟ واحدة، ايوه أها تسعة، واحدة من الصفات اللي بيتزوجوا بيها المرأة، النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة قال والسلام. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ودينها وحسبها ونسبها. ونسبها. نعم فاظفر بذاتي الدين تلي بيت ذاك، وشرحنا الحديث صحيح. أكثر نعم من مرة. فمن الأشياء اللي تنكح بها المرأة المال. مالها، نعم مالها يعني، لكن المال قلنا يكون مصاحب شنو؟ الدين الدين، وزي ما شرحنا. صح. طيب لما يكون عندك المال مصدر إعجاب، هتدمري بيتك. لما تفتكري انه بالقروش ممكن تحافظي على بيتك، ابدا. كم من غني فاشل في زواجه، وكم من فقير سعيد في زواجه، كذلك نفس الحكايه، كم من فقير فاشل في حياته وكم من غني ناجح في حياته. ليه؟ لانه المال ما عنده علاقه بنجاح الزواج، وما عنده علاقه نعم، بالمسائل دي. أي هو المال ممكن يكون ايوه بيسير الحياة، عصب الحياة، ايوه بيسهل حاجات صحيح كثيرة جدا، ممتاز لكن صادق عمار البيوت بيكون صادق ما بالمال. نعم صادق. فالمسألة دي بتكون كثيرة جدا، أنا أقصد من ناحية الاهتمام وافتكارنا إنه لو في قروش في سعادة، ما في قروش ما في سعادة، لا، في تفاهم، في حب، في يعني المال هو عنصر، طبعا ما نستطيع أن نفصل المال من الحياة، هو صحيح. عصب الحياة، نعم صح. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا للتكاثر والمسألة دي يعني. لكن نشغل المسألة دي ونشعر بأنه وجوده وجود السعادة، نزوعه وزواله زوال السعادة. فما يكون في اعجاب بالمال كثير جدا يعني، اللي هو ما يكون مربوط كثير بسعادتنا لانه وبتفاصيل زي ما قالوا حياتنا. اهلنا نعم القروش ظل ضحى يعني، بتمشي. زي ظل الضحى، نعم مره هنا ومره هناك، صح. مره في الشتاء بيجي في الصيف بيجي. فدي من المسائل المهمه جدا. نعم تقريبا اخيرا استاذ مجاهد في اللي هو دي رقم 10، دي 10 آخر مش واحدة. كده؟ تمام 10. عندنا حاجه اسمها الثريه المعجبه، عندنا المتناقضه في الاهتمامات. طيب دي المتناقضه في كيف كمان؟ ها المتناقضه في الاهتمامات بتقول لك والله يا اخي انا اهم حاجه عندي زوجي، واهم حاجه عندي حياتي كده، لكن لما تلقاها عمليا بتلقاها عندها صاحباتها دي كل اثنين لازم يمشي السوق، كل جمعه لازم كده، بتقول لك والله انا زوجي اول حاجه، بتلقاها هي يعني اهتماماتها متناقضه، ما بتعرف كيف بتقول كل زين الزوجة لكن هي بتحب السوق مش بتحب كده؟ السوق مثلا، بتقول والله يا اخي انا ما عندي مشكله لو يزوجني فقير او يزوجني غني، انا بفتكر انه رزقي هو رزقي ما بيتغير. نعم لما نيجي عمليا نتقدم لها واحد اوبشن اقل شويه كده او حاجه اقل شويه، تقول لك والله يا اخي كدين اشوف، انا عندي قرايه وانا عندي جامعه وانا عندي كده. المفهوم بيتغير اي تماما، واتخذ القرار التصرف بيقل. العملي، نعم التصرف العملي نعم فيحصل تغيير. فالتناقض في الاهتمامات مسألة خطيرة جدا في الحياة. ليه؟ لأنه سبحان الله ربنا الفوضى ما تولد النظام أبدا، نعم فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان حياتي تكون منظمة وماشية بصورة منظمة وماشية بالتفاؤل دائما وماشية بالمسائل دي. وسبحان الله دائما السعادة دي مسألة ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها للإنسان صح. إذا أخلص نيته إلى سبحانه وتعالى وكان إنسان جميل يعني. دائما انا اقول في ختام الحلقات انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالزواج عباره عن اخلاق، عباره عن معامله. شين فائده الصلاه لو ما كان فيها يعني اخلاق؟ شين فائده العبادات كلها لو كان الانسان ما ترجمت العبادات سلوك عملي في اخلاقه؟ نعم ما عندها. كذلك وجود العبادات واهميتها في الحياه مع وجود الاخلاق المهمه، لانه الدين دين اخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه في الصلاة والسلام كثير من المواقف
ما دخلوا الإسلام بالإقناع، ولا دخلهم بجلسة المشاورات ولا بالمناظرات، إنما بموقف واحد من النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام، والسيرة مليئة نعم بالتفاصيل صحيح. يعني. إذا صحيح نحن كده ختمنا آخر حلقة الليلة في موضوع تدريب. اختيار شريك الحياة أيوة وأنماط شريك الحياة، أيوة وتناولنا صح برضو الصفات الغير مرغوب فيها عند للأسف. الأزواج والصفات الغير مرغوب فيها عند الزوجات. كان آخر حديثنا عن الزواج، بتمنى إنه يكون الشعب السوداني كله تزوج معنا في الحلقات دي ويتثقف أكثر عن بالله كيفية اختيار شريك الحياة. لحد ما تيجي السماية إن شاء أيوة الله. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا صراحة على الله الرفقة يبارك الميمونة والطيبة الله طيلة 3 أسابيع وحديث مفصل عن الله كيفية اختيار شريك الحياة. إن شاء أستاذ الله محمد صلاح الدين الخير، باحث اجتماعي، شكرا الله جميلا أنيقا على حضورك الله الجميل دوما معنا، وإن شاء الله الله نتمنى نلتقيك عبر مساحات إن شاء وحلقات الله أخرى عبر شاشة قناة أنغام. إن شكرا شاء الله جزيلا، بإذن الله. كتر كتر خيركم، خير شاكر كثير. لكم ومقدر كثير، ومتميزين دائما باستضافاتكم بمواضيعكم الجميلة الهادفة، وإن شاء الله تكون بداية خير وتوافق خير إن شاء الله، وربنا يجعل الفتح والسعادة في مليانة في بيوتنا كلنا، ويسعدنا دائما ويسعد زي ما نقول كل تفاصيل حياتنا، لأنه كلنا نبحث عن السعادة، وربنا إن شاء الله طبعا آمين إن إن شاء شاء الله الله، سبحانه وتعالى يجعل السعادة عنوان حياتنا بإذن آمين الله تعالى آمين إن شاء إن الله. شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد صلاح الدين الخير، وأيضا شكرا مشاهدينا في كل مكان كانوا معنا من بداية المشوار. بكذا بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم، لكن أكيد موعدنا معكم إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الأحد، حلقة جديدة ومواضيع أكيد مختلفة، وغدا حلقة جديدة وتيم عمل مختلف. ختاما تقبلوا تحايا فريق العمل على عدسة الكاميرا، عمر الأمين في الهندسة الصوتية، باشمهندس علاء الدين، وباشمهندس علي في الإعداد سارة إدريس، والإيمان تمدين، وأيضا في الإخراج لمية، وتحية لزملائي في غرفة البث والكنترول والمتابعة. ولكم خالص تحياتي من جاهد محمد عمر، لحد ما نتلاقى الأحد الجاي إن شاء الله. أقعدوا عافية.